مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الجزء السابق ديال ملف بنطازوت اللي تناولته معايا الأخت خديجة أستاذة اللي نورات الرأي العام بالحقيقة الملف الأخ ديالها. مشاهدينا الكرام، حقائق تنشر لأول مرة، ومحمد 21 سنة سجن يطالب وينادي بالبراءة ديالو. غادي نشوفوا معاك كيفاش دوز هاد 21 سنة. سي محمد، انت زنزانة انفرادية، هذا قرار ديالك، ما يقدر يعرضك فيه حتى واحد. السؤال اللي عندي معاك هو في البحث اللي كنا درنا في واحد الوقت، خليتي واحد البصمة في السجن طيبة. كنتي اجتماعي، كنتي كما كنقولوا بالدرجة المغربية انت ولامين بين السجناء الى اختلفوا. الدليل على كلامي انه الناس اللي كانوا خدامين في السجن كانوا تلاقيت بهم هنا وجاو شهدوا هذه الشهاده. تبارك الله، شواهد تقديريه كثيره هنا من السجن. شرفتي على ما هو اجتماعي، التنظيم ديال ما هو رياضي في السجن الى اختلفوا كتصالحهم. خليتي واحد، رغم انك انت عندك واحد القرحه في الداخل ديالك ديال الظلم، تبحثوا على البراءه. السؤال اللي عندي معاك سي محمد قبل ما ندخلوا لهذا، كيفاش دوزتي؟ كيفاش كتشوف انت هذا الاعتقال سي محمد ديالك؟ كنشوفو الظلم اخويا، ما بحال واحد حجره طاحت عليا من السما، فهمتي؟ انا كنت انسان عادي، سبور فهمتي، بعيد على المشاكل، ما عنديش ما صداع بزاف الحاجات السلبيه، بعيد على كل بعد فهمتي. تلقى في واحد اللحظه كتلقى راسك متورط في واحد الجريمه كبيره، ما كتفهمش حتى شي حاجه. الان كتجيني بحال كنحلم فهمتي. 22 عام لي داز راه بحال شي كوشمار فهمتي. انا كنت نطلع المهديه وكندوز من الظهر ديال السونترال، تجيك واحد اللحظه كتطلع تساوي لانطير، كتبقى تشوف هذاك الطريق، ما كتفهم حتى شي حاجه، ولكن تبقى اليقين في الله سبحانه وتعالى. اما الخلاصه ان لك القرائن اللي تصرات كامله فهمتي، لا اعتبرهم ادله ادانه، انا كنعتبرها هي ادله البراءه ديالي، قرينه بقرينه، ونشرحها بوحده بوحده فهمتي. العامد اللي جا شداد ميل استغل واحد الظرف ديال نزاع في الحي، قلت لي تدخل، ما بغاش يتدخل، دخلت فكيت بالزطام، لقيتو طايح، قلبتو ديال ما لقيتو ديال السيد المجروح اللي قاصني الدم ديالو. تما بدا واحد السيناريو. المشكل دابا كتلقى واحد مسؤولين اخرين مشاو في نفس المنهج ديال التوريط وديال الزوار فهمتي. وانا الادله ديال الادانه هي الادله ديال البراءه ديالي. مثلا على القضيه ديال الفصول ديال الدم، الدم كاين واحد النتيجه ما اصلا ما جاتش فهمتي. اصلا هي في اللحظة اللي خدا واحد العينة من الدم ديال العربي جعبة وتصفتت المختبر بقصد مقارنتها بالدم العالق على ثياب محمد بنطازوت اللي جزمي هل هو دمه أم لا فهمتي. هاد النتيجة راه مهمة، إما على الدين ولا على الثبات العيني. هاد النتيجة الآن كنتسناها، ما جاتش أصلا وما غادي تجي. علاش كتقول بلي أنا الدم راه ديالو فهمتي؟ علاش الضحية تقتل في شهر 4؟ أنا تعتقلت حتى ل 24 شهر 8، والمشكل وقع في شهر 6، غنبقى موراه شهرين. في الله كنتفاجأ أنه هذاك الدم توظفوا القضيه وما فهمتش شي حاجه. الراي ديالك في الشهود اللي كنا تلاقينا معاك هنا وشهدوا كاملين امام الله، انه اللي كانوا معاك مع السته العشيه حتى للتسعود، ومن موراهم اللي درتوا واحد واحد اللقاء ليله بسيطه بينك وبين الزملاء معاك وتتفرجوا في الاكشن هذاك الوقت في الصباح، ذاك السيد اللي عقلتي معايا واحد السيد ما اعتقد كان في واحد الدوله داز معانا في فيديو حتى هو في المباشر، تيعلن بانه هو اللي جا عندك مع 7 الصباح باش يديروا الرياضه حتى 10 الصباح. السؤال، الجريمه وقعت من السادسه مساء في حدود يعني حتى العاشرة صباحا لغد ليه، وانت مجموعة من الشهود كلهم كانوا معك. هاد الشهود كيفاش كيشوفوا هاد الامور؟ ما كانوش في هذيك الظرفية. الشهود براسهم ما مصدقنش هاد المسألة فهمتي. علاش؟ حقيت مور الحديث تلاقينا وتنضحكوا وتنلعبوا فهمتي، تنقول لنا مثلا واحد الصديق قولي شبيبة اللي كنا مدير باش نخرجوا لك الصباح، تنقول لي انت ديرها، وتقول لي لا انت ديرها، كنضحكوا. شو كتلقى المساله مشات واحد الطريق جدي فهمتي. كتلقى هذاك العميد انا باللحظه ديال التحقيق ديالو راه كنت ماشي كنت متهم، كنت مساعد فهمتي. اكثر كان مع الطوموبيل تنوري وليت البوصه وريتو بزاف القنات فهمتي، لقيت وصل ماشي ود قنيطره وما حاضرش الجريمه اصلا فهمتي. الجريمه وقعت شهر 4 وما جابو حتى شهر 6، وهذاك معروف بالخروقات ديالو، لا في الدار البيضاء لا في مراكش، فهاد بدل اللفظ هذا كم داير معاه واحد الضابط حداتي متفق مع السفاره ديال ساحه الفناتي، سرقوا ويجيبوا لك النصيب، شنو هذه؟ راه وخير دليل، راه السيد الحموشي قام بالاعفاء ديالو فهمتي.
قام الإعفاء ديالو. الرئيس الإقليمي اللي كان ساد الملف ديالي كذلك اللحظة اللي هذيك الظرفية السي محمد ما كانش السيد الحموشي هو المدير العام للأمن الوطني. لا ما كانش هيك الساعة، ولكن مني شرف السيد الحموشي على القطاع ديال الأمن عرفوا إنسان ماشي في المستوى، رقم بالواجب ديالو فهمتي، رقم الإعفاء ديالو، وكما قلت راه عنده خروقات كثيرة فهمتي. السؤال اللي عندي معك هو المدة ديال الاعتقال ديال السي محمد. كما قلت كنت مصلح اجتماعي كتصلح بين السجناء، واحد الثقه لاداره السجن كتضعف كبيره، وهذا الشيء انا لا اتكلم بالفراغ واتحمل مسؤوليه ما اقول. عندك شواهد هنا شفتهم، وعندك يعني رسائل ديال التقدير والشكر والاحترام، كنت كتهز واحد المهمه صعيبه في السجن، ونعلم جيدا انه سجن قنيطره فيه نوعيه هاد الجرائم ديال القتل، يعني الجرائم الكبرى معروف قنيطره، وكنت انت كتصلح بواحد الطريقه سلسه، مكسب كتصلي بهم، انت المشرف على الرياضه، كره القدم، التظاهرات اللي كتكون، يعني كنت اجتماعي وانساني رغم انك انت لا زلت تطالب بالحق ديالك بالبراءه ديالك. في الحقيقه دوزتي هادشي السي محمد، في الحقيقه كتبقى الرياضه هي المتنفس الوحيد فهمتي. علاش؟ انا انسان رياضي اولا، واللحظه ديال اللي تم فيها الاعتقال ديالي ما تخليش هاك المبادئ ديالي والقيم ديالي استمرت فيها بواحد الشكل طبيعي، وكتشوف تما واحد الدوائر كثيره، كتلقى نزلاء تمشي واحد الطريق ديال الادمان وديال الاقراص وديال المخدرات فهمتي. كانت واحد الخطوه ايجابيه خديتها اني تكلفت بقطاع ديال الرياضه تما. كان واحد السيد كان سابقني تما، ديك الساعه ملي دخلت كان هو اللي مشرف على القطاع ديال الرياضه كيسموه بالجامعه، هو الاخ عبروق عبد الرحيم. اللحظه اللي تم الترحيل ديالو بقى ديك المركز الشاغر فهمتي، ما كاينش اللي ينتبه لهذه النقطه هذه. اتصلت مباشره بالسيد المدير، اقترح الاقتراح ديالي، عطاني الضوء الاخضر، بدينا في حوكا التيران تاني. في واحد اللحظه كان الاصلاحات ديال السجن كان في ما كتشيط لهم السيما وكذا، من فيك ارميوها تيرموها في التيران، تشكلت واحد بحال شكل ديال الصخور، المهم بحال المجال ديال الرياضه تقتل فهمتي. طلعت انا عند المدير، كان جا مدير اخر فهمتي، طلعت عنده تناقش مع الموضوع، قلت لك المسائل خاصها تحيد من التيران. قال لي راه ما يمكنش يدخل شي كاميو باش يهز هذاك البقايا ديال الاسمات وداك الشيء. قلت لي ما نحتاجو لا كاميو لا والو، هذيك المسائل غادي حنا نستغلوها وغادي تعاوننا. قال لي كيفاش؟ شرحت لي الطريقه، انا غنقوم بدفن هذيك الحجاره وهذيك فهمتي الاسمات اللي كانت تما في الارض، ونخرجوا تربه جديده، وهذيك التربه الجديده نحطوها في واحد القونت، والتربه اللي عامره السيما ندفنوها هي والحجار بالتيوب بالماء ونسدوها، وديك التربه نقي نعاود نفرشوا بها التيران. وفعلا عطاني الضوء الاخضر، وقال لي اي حاجه احتجتيها راه قدامك، ولي كان مجي براوات الفيسان، المهم بحال هذاك الشكل ديال الافلام ديال المصريه القديمه ديال الاعمال الشاقه المؤبده. حنا دوزنا عن طواعيه فهمتي، خدمه للوطن والخدمه للمجتمع وخدمه للناس فهمتي. والحمد لله واخا احنا دوزنا واحد الفتره وخرجنا وخلينا واحد البصمه ديالنا، والدراري بزاف قلعوا على التدخين ولينا نديروا دورات في السجون المغربيه، والحمد لله فهمتي. محمد شكرا لك، وسوف أتمم نيابة عنك مشاهدينا الكرام لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. ابن عائلة محافظة، عائلة ديال الرياضة وديال العلم، هو والإخوة ديالو، الرياضة، الملاكمة، النادي القنيطري في المصارعة، كذلك الأخ ديالو والأخت ديالهم تبارك الله اللي هي أستاذة في التعليم العمومي، وكانت على جد مقربة أنها توصل للدكتوراه، إلا أن الاهتمام ديالها واقعة الأخ وكانت ظروف السجن غيرات لها المسار، وبقات في التعليم، ومجموعه من التلاميذ اللي كيشوفوا قصه بنتازوت يعلمون جيدا انهم تتلمذوا على يدي استاذه خديجه. مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، في الوقت اللي خرج محمد بنتازوت وكنت تلاقيت مع واحد حارس او مسؤول حتى هو من السجن اللي كان فيه، وهو يبكي على الفقدان ديالو للسي محمد، لدرجة أنه صعب يتعوض بحال بنتازوت. هاد الملكات اللي عند بنتازوت جات بأخلاقه، بالتربية ديالو، بعيدة كل البعد على أمور ديال صك الاتهام، إنما الإطار القانوني هذا شق ثاني. محمد بنتازوت
في الوقائع ديالو اللي كنتذكر غنفاجئ بها الان، انه في يوم ما كان في السجن. السجن هناك واحد البرنامج لتتبع فيه المساعدين الاجتماعيين، وكان غادي يحضر لواحد العرض ديال واحد الاستاذ اللي جا كيتكلم على السجناء في كل ما يتعلق بالاصلاح وما هو اجتماعي وما هو انساني. هو يروي لهم واحد القصه انه ذاك المصلح الاجتماعي كان يوم ما فرح في ظرفيه معينه في صغر السن ديالو كان عرف اشنا هما السجائر، فاول بادره انه غادي يتناول سيجاره تلقى شخص من موراه كيضربو، ضربو طريقه باش ضربو ضربه شويه قاصحه كما كنقولوا. من تما كان الجار ديالو، من تما السيد ما بقاش كيمشي للسجائر، اهتم بالعلم بالقرايه حتى ولا كيجي اثر في السجون باش ينصح الشباب والمسجونين في امور اجتماعيه وانسانيه وكل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والنفسي اللي الهدف ديالو فيه هو الاصلاح من بعد من الخروج ديال السجناء من السجن اللي يكملوا المده. في الاخير قال لهم واش عرفتوا شكون هذا الشخص اللي نقدني من السجائر؟ وقال لهم هو داك اللي جالس الاخراني. شكون اللي كان جالس الاخراني؟ هو بنطازوت. بنطازوت تفاجئ، تذكرت هذه القصه سي؟ تكلم لي عليه، ما نسيتش الملف. واه باقي عاقل. هذا كان واحد النهار كتاك درت واحد الدوره ديال التكوين، واللحظه اللي ساليت دزت واحد القاعه تما كتشكل فيها محاضرات، تما تيجيو اطور مثلا المجلس العلمي ومشي الناس في الثقافه كذا ما تيعطي واحد الدروس تما. قلت نمشي نتصنت شويه، دخلت فحال هكا لقيت واحد الشخص يعطي واحد الدرس فحال هكا، وبقيت كنشوف فيه فحال هكا وتنستمع. واحد اللحظه كيشوف فيا فحال هكا ويروي هاد القصه اللي رويتها انت. قال لي اليوم كنت باقي صغير وواحد الشخص من المنطقه ديالنا قال جا مرمقة معي بالصرفيقة هو على حسب الشجائر، لقيت فايت تبريت منه ما بغيت يسمع. المهم صعدت من النصيحة ديالو وليت ضربته فهمتي، وقال لهم هذيك الضربة اللي ضربني وهددني باش يقول للوالد ديالي. قال لي من هذيك اللحظة انقطعت عن التدخين فهمتي، ومشيت واحد المسار جيد. وهاد الساعة انا هنايا والسيد اللي ضربني راهو معاكم هنايا. انا نصحاب تيهضر على شي واحد، قال لي ما راه هو داك اللي واقف. ما دخلت انا الاخر كلشي عامر، بقيت واقف جيت الباب. قال لي مولا واقف جيت الباب، كلشي التفت ليا بحال هكا. قلت لي اخويا ما عرفتكش، تقدمت عنده وسلمت عليه بحال هكا. قلت لي ما عرفتكش. قال لي كنت نسكن قرب الحي ديالكم، الحي المجاور هذيك، انا ولد فلان فلان عاد عرفته فهمتي. وما كتبقى ذكريات زوينه. الله يقبل لك هذا الاجر ديالك. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق محمد بن طازوت قصه ديالو فيها الغاز، ولكن السؤال المطروح لنا من الامكانيات للبحث بدقه، من هو الجاني ومن هو الضحيه؟ النداء النيابه العامه اشراف ديالها بطبيعه الحال، وكذلك للرجل رجل المهام الصعبه اللي محبوب عند المغاربه هو السيد المدير العام للامن الوطني الحموشي، له من الامكانيات وتعطي التعليمات ديالو للفرقه الوطنيه للبحث بدقه هل بنطازوت مرتكب الفعل نعم ام لا؟ والحقيقة هي الأساس. مشاهدينا الكرام، بنطازوت دار يعبر بطريقته الخاصة بهذه الزنزانة الانفرادية في المنزل، ولكن داكشي اللي ما تقدرش تقول العائلة، أنا غادي نقول العائلة ديالو كتعاني. الأب ديالو يتمنى أنه يكون الإبن ديالو جالس حداه. دوز فترة ديال السجن 21 سنة، والآن ها وحنا داخلين حوالي 3 سنوات هو داير زنزانة أخرى في المنزل. مشاهدينا الكرام، أنا على تتبع الملف وغادي نشوف الحوار مع الأب ديال بنطازوت، تتبعوا معايا.